السلام عليكم. هذه طريقة ستمكنك من الحصول على مشتركين جدد. والفرق والشيء الأساسي هو اختيارك للموضوع. يجب أن يكون محتوى والموضوع موضوع جيدا. طريقة تقوم على أن تنشئ مجموعة تخص مجال معين التي تتصل فيه قناتك، ومن بين الشروط التي تضعه لكل من أراد أن ينخرط في هذه المجموعة أن يشترك في قناتك فقط على الشكل التالي. إذن كما قلنا تقوم بإنشاء هذا الحساب على مجموعة، مثلا هذه مجموعتي الخاصة بتعلم اللغة الفرنسية، ولدينا هنا هذا لغاكل قواعد. أطلب لكل من أراد أن ينخرط في هذه المجموعة أن يشترك في قناتي أبونيفو أنوتخو شان، وهذا هو الرابط، وهذا ليس بشكل إجباري وإنما اختياري. مشكورين على انخراطهم. وبهذه الطريقة ستتمكن من الحصول على منخرطين جدد. هذا بطبيعة الحال خص يكون المحتوى ديالك يكون محتوى جيد، يهم موضوع معين، موضوع تعليمي أو صحي أو لكي تعم الفائدة. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لكي يصلكم الجديد، وإلى اللقاء.